طيب شما أول شيء كنا آمنين في بيوتنا وقاعدين على الضحويات. بكير اجت طائرات النظام، عندك أنواع كتير، مروحيات، حربيات، ألغام بحري، نفذوا على جميع المنطقة هون بدار السلام، ونفذوا بابولين بجانبنا فدمروا كتير من البيوت. والحمد لله رب العالمين، يعني نحن هاي ما بي يعني بهز بطول من عزيمتنا، وراح نضل ماضين لحتى نسقط النظام بإذن الله تعالى.